هنا في إحدى مزارع مدينة العياط، تحاوطك أشجارها من كل اتجاه وتنحني لك لتقدم لك ثمارها التي يعشقها الكثير في عام شهد له الجميع بالغزارة في إنتاجها. المحصول بتاع المانجا عندنا السنة دي بسم الله ما شاء الله حاجة ممتازة جدا، رمي الشجر رمي غزير، والأصناف كلها عندنا بسم الله ما شاء الله حاجة فوق الخيال. الصديق رمي كويس، الأويس رمي كويس، فونس رمي كويس، وده طبعا عشان موقع بتاعنا احنا هنا بالنسبه للجو وبالنسبه للمي، بنسقي ميه نيل ما فيهاش لا صرف ولا ميه ابار، ميه من النيل، ميه حلوه. موسم المانجا الصحيح يعتبر من 1/7 معاك لحد اخر 9، لحد 2/9 يعني، مثلا تبدا بالهندي تخلص بالتيمور والفوق والعواسي، وبعدين يخش بقى المسك والاصناف المستورده بعد كده. المحل وضع والمستورد وضع، المستورد دايما احجامه كلها كبيره وطعمه مش قوي، مش ماهيش طعم زي موضوع الخيار مثلا الصوب وموضوع خيار الارضي الطبيعه، غير اللي احنا بنأقلم له جو تاني. وداخل هذا المكان يبدا فرز المانجو لتخرج كل حبه منها بعد نظافتها استعدادا لتعبئتها بعد التاكد من سلامتها. انا بفرز المانجا وبعبيها، بخلي كل صنف لوحده سايح وفي رفيع وفي فاخر، وبخلي الورقه بيضه عشان المانجا بتبقى خضرة بتفتحها زبديه، والزبديه احلى نوع في العصير. دوري برص مانجا لويس، برص مانجا تيمور، برص هندي، برص فونسا، برص كل انواع المانجا، ولازم يبقى لها شكل مفضل وموحد. وزارة الري بدورها لعبت دورا كبيرا في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لزيادة الإنتاج. طبعا بتوجيهات من معالي الوزير عملنا الدعايه اللازمه لموضوع الري الحديث، كان عندهم الارض كلها بتتزرع غمر، فلما شرحنا لهم فوائد الري الحديث وازاي وهيكلف قد ايه ابتدوا يطبقوا، وفعلا موضوع الري الحديث ده مش قصه ان هو توفير المايه بس، ده بيعمل حاجه اسمها جوده في الانتاج وزياده في الانتاجيه. فالنهار فالسنه دي هتلاقي ان محصول المانجا زاد جدا. غير كده في حاجه اسمها تاهيل المسائي، هم عشان يوفروا الميه بقوا يعملوا حاجه اسمها تبطين المسائي، هم ابتدوا بتبطين ترع وبعدين اشتغلوا في تاهيل المسائي وموضوع الري الحديث عشان تبقى منظومه متكامله لتوفير الميه. المانجو من انواع الفاكهه المميزه بطعمها اللذيذ والرائع، فضلا عن تميزها بالعديد من الفوائد الصحيه الهامه للجسم، الامر الذي اطلق عليها لقب ملكه الفواكه. مثلا حمايه القلب، لان هي غنيه بعنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم، ومفيدة جدا في خفض الوزن، ومفيدة جدا في خفض الكوليسترول في الدم، بتساعد على الهضم، بتقضي على بعض الخلايا السرطانية، ليها كمان حاجة جميلة قوي لنضارة البشرة، طبعا بتفيد العين جدا، مفيدة جدا للعين، يعني هي غنية بالفوائد الكتيرة. وطبعا الكثير بيقول ان مريض السكر ما ياكلش مانجا، لا، في هنا لبس بيحصل. المفروض ان المانجا اللي هي الاجنبي نسبه السكريات فيها عاليه، المانجا المصريه الاصيله الاصناف بتاعت مصر نسبه السكريات فيها من 41 ل 51، يعني مريض السكر ياكل مانجا زي ما هو عايز، بس المانجا المصريه. تسعى الحكومه بصفه مستمره على تنميه الصادرات المصريه من المحاصيل البستانيه والحاصلات الزراعيه بمراعاه المواصفات القياسيه التي تضعها كل دوله في عمليات التصدير، والحرص على تكويد المزارع وترخيص الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، محافظه على سمعه المنتجات المصريه. محمد الخطيب لمراسل النيل.